اليوم هو يوم المنافسة القوية، الموعد مع شوط رئيسي آخر يحضر الآن على الستارت وينطلق الشوط الأول، شوط شداد الفضي. الله 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 الله، إذا بسم الله نبدأ وباسمه نستعين ومنه نطلب التوفيق والسداد على بركة الله. إذا تتواصل المسيرة، مسيرة العطاء، مسيرة الأصالة، مسيرة رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، ونحن هنا ننطلق مع الشوط الرئيسي، شوط شداد الفضي. يا سلام يا سلام يا سلام، أكبر الشعارات حاضرة، عمالقة المضمرين، أشهر الملاك متواعدين في هذا الشوط على تقديم مستوى كبير، على تقديم صورة تعكس مدى تطور هذه الرياضة العربية الأصيلة على مستوى المستوى الفني، وكذلك على مستوى القوة الكبيرة التي يشهدها ميدان التحدي. انطلقت إذن مشاهدين الكرام مرة أخرى أحلام المضمرين والملاك، 25 اسم حاضر في هذا الشوط، والكل يبحث عن شداد الفضي، عن شداد الذي سيكون رمزا هناك منتظرا عند خط النهاية. ننطلق مع بداية هذا الشوط، نتابع هذه الأسماء وننطلق مع من تحتل المركز الأول الآن. بينونة انطلقت الآن واستلمت قيادة زمام الأمور، بينونة الآن تبين وتتضح على مقدمة هذا الشوط، باينة واضحة أمورها. بينونة من الانطلاقة، وانتظروا الأسماء الكبيرة في هذا الشوط، ومن ضمن هذه الأسماء الكبيرة بينونة التي تحتل المركز الأول للسيد محمد بن زايد المنصوري. النقلة على المركز الثاني، سلام تتواجد في ثاني المراكز للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، هي من تنطلق سلام وتحتل المركز الثاني. الدور على المركز الثالث، أتابع من تحتل المركز الثالث الآن. هنا شعر غانم بن منصور آل سيف الخيارين يتواصل مع الأبرقة اللي تحتل المركز الثالث. الله يا مسيرة، مسيرة الآن انطلقت وانتقلت انتقالة ممتازة وانتقالة رائعة إلى المركز الثالث للسيد صالح بن حمد القمر المري، وعملية التضمير عند حمد بن محمد بن جهويل المري. مسيرة الله الله يا مسيرة، مسيرة واحدة أيضا من أهم الأسماء التي تتواجد في هذا الشوط تحمل شعار السندباد، صالح بن حمد القمرة، انتظروها وانتظروا عطاءاتها في هذا الشوط. مسيرة إذن على المركز الثاني، المركز الثالث سلام، الرابع مع الأبرقة، بينما المركز الخامس فدوة هي من تحتل المركز الخامس الآن للسيد عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، هي من تتواجد على خامس المراكز. المسافة 8 كيلومترات، 8 كيلومترات ليس بالمسافة القصيرة، ولكن هي مسافة يجب أن يتعامل معها المضمرين بالشكل المناسب وبالشكل المطلوب. وأعود إلى بينونة، بينونة مشاهدين الكرام الضيفة العانية المتعنية هناك من الغربية من دولة الإمارات العربية المتحدة، تقود دفة الأمور وتسيطر سيطرة واضحة على مجريات هذا الحدث وعلى مجريات الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط شداد يا المنصوري. محمد بن زايد المنصوري إذن يتحمل مسؤولية قيادة هذا الشوط مع بينونة التي تتضح الآن أمامكم على شاشة التلفزيون وعلى الكادر الأعلى. المركز الثاني مسيرة، مسيرة لها نقطتين هذا الموسم، لها نقطتين، وهي صاحبة أفضل توقيت على مستوى الأشواط المفتوحة والأشواط العامة في السباق الماضي، تحتل مسيرة المركز الثاني. انتظروها وانتظروا مفاجأتها في هذا الشوط. مسيرة الآن تحتل المركز الثاني للسيد صالح بن حمد القمر المري الذي دائما يشارك في الأشواط الرئيسية، أشواط الرموز، ومع مضمر يعرف دائما من أين تؤكل الكتف
حمد بن محمد بن جهويل. النقلة على المركز الثالث، شعار حضور، شعار حضور. هنا الأبرقة مشاهدينا الكرام تحتل المركز الثالث، وأيضا هي صاحبة الشوط الأول الرئيسي في السباق الماضي. تنتقل إلى الأبرقة وتحتل المركز الثالث للسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين، مالك هذا الشعار والذي دائما يتواجد كذلك في المواعيد الكبرى. يضمر مشاهدينا الكرام، قلنا ليضمر مسيرة حمد بن محمد بن جهويل، بينما النقلة على المركز الرابع، المركز الرابع فدوة الآن تقدم أداء، تقدم عطاءات فدائية منها في سبيل الوصول إلى الحلم المبتغى وفي سبيل الوصول إلى ذلك الرمز، ذلك اشداد الفضي. فدوة إذن تحتل المركز الرابع. عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني ينطلق مع فدوة في المركز الرابع، بينما أتابع خامس المراكز وسلام هنا مع صاحب المضمرين، مع أحد الخبراء، مع من يحملون شهادة الدكتوراه الفخرية في عالم التضمير، إنه محمد بن سلطان بن مرخال الكتبي. هذه هي النتيجة للمرة الثانية، أذعناها على حضراتكم في شوط التحدي على ميدان التحدي. أعود إلى حضراتكم، أعود إلى المقدمة، أعود إلى بينونة، هي التي تسيطر، هي التي تتصدر، هي التي تقترب شيئا فشيئا من ذلك الرمز، من ذلك الرمز الكبير. ومحمد بن زايد المنصوري أجد في عينه التفاؤل مع تقدم بينونة التي تحتل المركز الأول. إذا هذه بينونة أمامكم، أمامكم واضحة جلية تتجلى عطاءاتها وتتجلى مشاهدينا الكرام مشاركتها في الوصول إلى مركز الريادة، إلى المركز المميز. انتصفت المسافة الآن، انتصفت المسافة، والأمور هناك مع أهل الغربية، مع السيد محمد بن زايد المنصوري المركز الثاني. ونكمل مسيرة هذا الشوط من خلال تقديم هذا الوصف التحليلي التعليقي على ما يدور في هذا الشوط. غيرت الآن الأبرقة، غيرت، والتي سميت نسبة إلى ميدان الأبرقة وإلى منطقة الأبرقة التي تقع هنا بجانب طريق دخان. هذه الأبرقة إذن مشاهدينا الكرام، والتي تحمل لنا اسما، اسما لطالما ذكرناه ولطالما تحدثنا عنه، إنه واحد من الميادين التاريخية في دولة قطر. الأبرقة إذن على المركز الثاني، غانم بن منصور السيف الخيارين يحتل المركز الثاني مع الأبرقة. المركز الثالث فدوة للسيد عبد الهادي بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني القادم مع فدوة. الله الله الله. إذا مشاهدينا الكرام، هذا هو، هذا هو هادي المضمرين، هو هادي الآن متحكم في أعصابه، متحكم، متحكم في كل الأمور. غيرت الآن وتسللت فدوة إلى المركز الثاني، وهي أيضا واحدة من الأسماء الهامة الموجودة على خارطة المنافسة. تسللت الآن فدوة واستلمت المركز الثاني، بينما الأبرقة تحتل المركز الثالث. أتابع المركز الرابع، سلام والباحثة، والباحثة عن السلامات في هذا الشوط، تريد أن تبعث السلامات مباشرة إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهناك إلى ميدان المرموم وإلى إمارة دبي. أتابع المركز الخامس، أرى مسيرة هي من تحتل المركز الخامس للسيد صالح بن حمد القمر المري مع المضمر حمد بن محمد بن جهويل. ولو تابعنا مشاهدينا الكرام النداء بأننا، فإننا سنجد بأن الخمسة الأسماء الحاضرة منذ بداية هذا الشوط ما زالت هي المتواجدة في قائمة الخمسة نجوم، في قائمة الامتياز، في قائمة القوة، في قائمة السرعة، في قائمة اشداد الفضي. الله 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 الله. بينونة ما زالت على المقدمة، بينونة ما زالت، ما زالت تشق طريقها نحو مقدمة هذا الشوط، وما زالت هي الأميز، ما زالت هي الأفضل حتى هذه اللحظات. أرى بأن سلام الآن، سلام زادت من سرعتها وانطلقت الآن، غيرت الآن، غيرت سلام واستلمت المركز الثاني. سلام تستلم، سلام تستلم المركز الثاني. والله عليك يا صاحب المضمرين، محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي يتنافس في هذا الشوط ويقدم لنا، يقدم لنا سلام، بينما المركز الثالث فدوة للسيد عبد الهادي بن سعيد الشهواني. المركز الرابع الأبرقة للسيد غانم بن منصور السيف الخيارين، وفي المركز الخامس مسيرة للسيد صالح بن حمد
محمد القمرة. مسيرة اشداد ستكون لمن ومسار هذا اشداد سيكون لمن؟ هذا ما سنتابعه معكم اعزائي المشاهدين. غيرت الان سلام، غيرت وانتقلت الى المركز الاول. سلام الان اتسللت سلام في شوط اشداد الفضي. الله 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 الله. سلام اذا سلام تعلن عن حضورها، وتحية وسلام لك يا سلام التي استلمت المركز الاول وغيرت مجريات هذا الشوط. كيلوين متر عن النهاية، كيلوين عن النهاية، كيلوين على اشداد الفضي، كيلوين على السيارة الجي اكس ار، جي اكس ار في انتظار المنافسين، في انتظار الفائز بالمركز الاول. ولكن هناك الرمز، هناك الرمز الذي كل يعد له العدة، والكل يطمع الى انتزاع ذلك الرمز الكبير في هذا المهرجان الكبير. سلام غيرت الى المركز الاول، سلام الان تحتل المركز الاول مع محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الثاني بينونه للسيد محمد بن زايد المنصوري، وتابع المركز الثالث. انطلقت الابرقه الان، الابرقه تحركت بدورها ووصلت الى الابرقه الى المركز الثالث للسيد غانم بن منصور سيف الخيارين، ويريد ان يرحل السلامات هناك لها العوينه، للعوينه يريدون ان تذهب السلامات. بينما المركز الرابع مسيره صالح بن حمد القمره، فدوه في المركز الخامس عبد الهادي بن سعيد الشهواني. ولكن سلام سلام على المركز الاول، بينونه الله يا سلام، بينونه الان، بينونه مشاهدينا الكرام. غيرت الان وتريد التغيير، تريد اشداد الفضي. بينونه للسيد محمد بن زايد المنصوري، عادت مره اخرى الى دائره المنافسه واستلمت المركز الاول التي كانت عليه مسبقا، لكي تكون بالتالي في المركز الذي سيقربها من اشداد الفضي. الله انطلقت بينونة يا جماعة، بينونة مع المركز الأول والكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. الله 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 الله. سلام إذا مشاهدينا الكرام، سلام على ما يبدو بأن السلامات ستذهب إلى هالغربية مع بينونة. بينونة في المركز الأول، ولكن الأبرقة وصلت الآن، وصلت الأبرقة. غانم بن منصور سيف الخيارين. الله 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 الله. اتسللت الآن، اتسللت مشاهدينا الكرام، اتسللت الأبرقة، والناموس شحاني، الناموس شحاني على ما يبدو من خلال تقدم الأبرقة، من خلال هذا الانطلاق الممتاز، من خلال هذا الأداء وشوط اشداد الفضي هنا مشاهدينا الكرام مع الأبرقة. ولكن صعب المضمرين قادم مع سلام، سلام قادمة، سلام الآن في المركز الثاني، سلام على المركز الثاني. ولكن الأبرقة في المركز الأول. الله الله، الأربعمية متر الأخيرة، وما زال اشداد الفضي ما زال حائرا ما بين الشحانية وما بين دبي، الله الله الله. سلام يا العوينة، سلام يا الشحانية، سلام يا قطر، سلام محملا على ظهر الأبرقة للسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين. والناموس واشداد الفضي يمسي هنا في الشحانية من خلال تقدم الأبرقة. الأبرقة إذا مع اشداد الفضي. تهانينا والناموس للسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين على فوز الأبرقة بالمركز الأول. تهانينا إذا والسلامات لكم يا أهل العوينة. المركز الثاني كان من نصيب سلام للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. المركز الثالث جاءت فيه فدوى للسيد عبد الهادي بن سعيد الشهواني. المركز الرابع جاءت فيه مسيره للسيد صالح بن حمد القمره. بينما المركز الخامس كان من نصيب بينونه للسيد محمد بن زايد المنصوري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا اذا تابعتم معنا الشوط الرئيسي، شوط اشداد الفضي، وهذا هو ثاني اشداد فضي يذهب لعزبة غانم بن منصور آل سيف الخيارين في هذا المهرجان. تهانينا له على هذا الفوز. والتوقيت الزمني 13 دقيقة 5 ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا نزفها للسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين على هذا الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب سلام، والتي قطعت المسافة مشاهدينا الكرام في 13 دقيقة 6 ثواني 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لصعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي
على فوز سلام بالمركز الثاني. أما المركز الثالث فكان من نصيب فدوة والتي قطعت المسافة في 13 دقيقة 7 ثواني و22 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد عبد الهادي بن سعيد الشهواني على فوز فدوة بالمركز الثالث.